اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا احنا اتكلمنا هنا في 10 الصبح في الاهلي اكتر من مره قبل كده عن رياضه البادل، واتكلمنا عنها من اكتر من زاويه الحقيقه، لكن احنا النهارده وتحديدا في اولى فقراتنا الحواريه هنتكلم عن منتخب مصر للناشئين، وده اول منتخب عربي وافريقي يتاهل لكاس العالم للبادل اللي هيقام في شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله. هنتكلم عن انجازاتهم اللي فاتت وهنتكلم عن استعداداتهم للي جاي ان شاء الله، طبعا بما يشمل كاس العالم. خلونا نرحب بضيوفنا كابتن شريف صبري المدير الفني لمنتخب الناشئين للبادل، وكمان منورنا وجدي رسلان لاعب منتخب مصر للناشئين للبادل. صباح الفل عليك واهلا بيك. نورتنا حقيقي. وكنا بنتكلم قبل الهوا يعني عن موضوع البادل اللي ظهر مؤخرا اصلا في مصر يعني تقريبا 2017 زي ما كنت بتقول لي، وبس من 2017 ل 2023 طفره كبيره ولقى رواج كبير جدا والناس حبت البادل قوي، مع ان زمان ما كانش فيه غير التنس وسكواش والراكت ده حاجه تانية. بس انا هبدا من هنا، ايه السبب في ان الناس حبت قوي في مصر تحديدا البادل ولقى يعني ترحيب كبير كده بالناس مع ان التنس موجود واقدم وهم شبه بعض؟ يعني هم في الحقيقه شبه بعض، بس البادل انطلق الانطلاقه دي لانه اولا اسهل بكتير، تاني حاجه احنا في كشعب مصر عامه بدا يتجه كتير قوي للرياضه والرياضه بالنسبه له بقت حاجه مهمه جدا. يعني انا شايف اختلاف كبير قوي من ال 10 سنين او ال 15 سنه اللي فاتوا، من الرياضه من فتره قريبه قوي بقى بداوا الناس من بعد الكورونا على فكره كمان اثرت في التغيير بتاع الثقافه فعلا، فالناس كلها بدات تتجه لرياضات اولا ظريفه. يعني نقدر نقول البادل مش صعبه، يعني الشخص العادي يقدر يتعلمها، مش نفس الرولز بتاعت التنس والسكواش، هي قريبه سكورينج سيستم او النقط اللي بتتحسب قريبه قوي، بس في ازاز، فطبعا الكره بتروح وترجع. التنس لو عدت اللعيب خلاص ما بترجعش، وهي اقرب يعني واخده من التنس شويه واخده من السكواش شويه، وملعبها اصغر طبعا بشكل كبير، الملعب اصغر، وعاده الملاعب بتبقى موجوده في حتت ظريفه، الكونديشنز او الظروف اللي بتبقى حوالين الرياضه بتبقى حلوه، وبنشوف ناس كتير حتى بعيدا بقى عن عالم الاحتراف، في ناس بيمارسوها على سبيل الهوايه، يعني هي فعلا حاجه رمضان هي هي ظريفه جدا. هي انا يعني انا شخصيا قبل ما اكون في الاتحاد ما كنتش بلعب كتير، ولكن بدات ان انا اشوف بقى فيديوهات وابدا بدات ان انا افهم اللعبه دي بتلعب ازاي، فبدات امارسها بشكل كبير. يعني انا شايف بشوف حتى السن عامه اي حد ممكن يلعبها. على ذكر السن، وجدي انت عندك كام سنه؟ انا 16 سنه. 16 سنه دي اول رياضه بتلعبها ولا كنت بتلعب حاجه ثانيه؟ لا انا كنت بلعب تنس، بلعب تنس، ابتديت وانا عندي 4 سنين. شفت ده من التنس للبادل؟ يعني البادل انتشرت جامد وانا كنت يعني كنت بنزل دايما ابتدي العب فور فان مع اصحابي وكده وانا لما كنت بلعب تنس، بس لقيت في الاخر بعد ما لقيت ان في اتحاد ولقيت الدنيا بتكبر وكده، فقلت ليه ما جربش العب بادل، ليه ما جربش العب بطريقه احترافيه اشوف ايه اللي هيحصل. والحمد لله لقيت ايه بقى لما جربت؟ لا الدنيا احسن بكتير صح. في ايه يعني مختلفه؟ في ايه مختلفه؟ في ان هي كده كده امتع، وكده كده موضوع الازاز في الملعب ان هو لو كره عدتني وجت في الازاز كده الكره هي بتساعدني، يعني الازاز ده مش ضدي، هو بيساعدني ان انا اكسب الكوره، غير التنس. التنس خلاص فيش ورق اي حاجه هتساعدك، يعني خلاص طبعا. لو حد ضرب كوره عدتك خلاص. انا بتهيألي فكره بس ارتداد الكوره لو عدت اللاعب دي تحديدا بتخدم السكواش، مش كده برضه؟ هي اقرب للسكواش، اقرب للسكواش. وبعدين الميزه الكبيره فيها ان هم بيبقوا عاده تيمز، يعني دبل زوجي، فبتبقى دايما اظرف، بيبقوا اربعه وبتبقى زي سوشيال ايفنت دايما طبعا. بتبقى كانها سوشيال ايفنت، الناس كتيره بتعرف على بعض وبيلعبوا مع بعض ويبداوا يتفقوا على ماتشات، فهي الحقيقه ممتعه يعني ظريفه جدا. هل ممكن فرصتك كمان يعني هسالك يا وجدي، فرصتك في البادل اسهل لان الكومبيتيشن فيها يعني مش بنفس نسبه التنس، ولا انت ما قستهاش كده ما حسبتهاش كده؟ انا حسبتها فتره يعني شكلك من حسبتها الاول كده. من الاول حسبتها كده، بس برضو دلوقتي يعني انا بفكر ان انا اخش مثلا ابقى من العشر الاوائل، احاول على قد ما اقدر في الكبار، يعني اكتر حاجه اقدر اعملها. يعني دلوقتي الحمد لله دلوقتي في الجونيورز انا تمام، بحاول في الكبار احاول اعمل رانك حلو على قد ما اقدر ان انا في خلال مثلا سنتين الجايين احاول اخش في منتخب الكبار.
هو يبدا من 18 منتخب الكبار ولا كام؟ بدايه من 18، وهو الحقيقه وجدي من اللعيبه الموهوبه عندنا، يعني هو الاول في 16 وحاليا مستواه جامد جدا في 18. بس انت شكله اصغر من سنه. شكلي يبان اصغر من سنه. انا بصراحه قلت 14. لا شكلي يبان اصغر من سنه. واسمك حلو، انت اسمك اكيد على اسم جدك. ايوه صح. شفت بقى؟ صح. الله الله، انت عارفه الحاجات دي. لا يعني وجدي. ايوه صح، على اسم جدي فعلا.